بالنسبه للسروال غادي نخدموه مع عريض ما ضيق، الطفل تحت ديالو ما يكونش عريض، يكون في حدود الحساب اللي حسبنا اللي عطيته، يعني 40 سنتيم في الدوره ما بين الامام وما بين الخلف. الحوض عندنا 80 سنتيم في الدوره، باردون الحزام 80 سنتيم في الدوره، الحوض 112، طول 98، عرض الاسفل 40. التبره عندنا فيه 75 في العرض، يعني متر ونص. باش نخدم سروال وما غاديش ندير فيه خياطه في الجنب، غنخلي واحد 4 سنتيم متبعها 6 ديال لاستيك، هذا 4 علو ديال الظهر على الامام، و 6 ديال لاستيك، عاد الطول 98، عاد العطفه ديالو واحد 3 ولا 4 سنتيم هي اللي غادي ناخذ. انا نسهل عليكم الخدمه ديال السروال اللي بغات تخدم سروال. الحوض ديالنا شحال فيه؟ 28. غادي ندير 28 ناقص 1.4 سنتيم، هذه القاعدة، ارتفاع الحجر كيتسمى هي القاعدة، هو التوغ ديال لافوغش. شوفوا منين حسبتها البنات، من هاد البوان، يعني لاستيك وديك الربعة بوحدهم، وعاد من هنا كنزل ديك 24، كنجي لهنا نخلي 4 ديال القعدات الأمام، ونتبعها الحوض اللي عندي 28 سير مزور، خصني نزيد عليها 1.5 ديال الترويح، دونك 29.5 زائد واحد الخياطة وسط مستقيم. نعاود هاد 29.5 زائد واحد وسط، نزيد عليها 4، يعني راه بحال هنا بحال هنا. كنجي هنا كنطلع ب 4 سنتيم ونقوسها، نجي نفس المسافة هنايا، نفس العملية كنديرها هنايا 4 سنتيم ونقوسها، 4 طلعت بها من هنا لهنا، وكنقوسها على برا، يعني ماشي لداخل السروال. شحال عندي في الدورة ديال الأسفل السروال؟ 40. إلا قسمناها على جوج هي 20، غناخد من هنا لهنا 20، كتسالي خياطة. وغادي ندير هنا 20 زائد واحد اللي كيتسالني هنا وواحد اللي كيتسالني هنا هي جوج، غادي نحطوها في الفكرة أخرى. غادي نعطيكم حساب على حساب الطوب اللي عندنا، واش 75 وهذا شنو غادي يعطيني؟ 4 زائد 5 قول 30 هي 34، 35 و35 هي 70، بقات لي 5 سنتيم. وهذه غادي نحسب لكم القاعدة اللي خصها تكون فيها نورمالمون، شحال خصو يكون فيها القاعدات الخلف من هاد النقطة لهنا، كنحاولو ما أمكن نزيدو فيه، نبسن على 4، يعني ديك 28 مقسومة على 4، ونزيد عليها 1، غتعطينا 8 سنتيم، دونك هنا دابا راه كتساوي 3 سنتيم ما عنديش، غادي نتحايل عليها تحايل. أنا راه نعطيكم دابا الخدمة كيفاش غادي ندير، مسطرة مستقيمة مع الأمام، مسطرة مستقيمة هابطة، ولكن كي قلتلكم هنا راه كتساني 3 سنتيم، دونك غادي نخدمها غير من هنا، وعاد نوريكم أشنو غادي نخدمو ليها في هاديك الثلاثة اللي كتساني. أستاذ. نعم. واش قاعدة دائما الحوض يتقسم على 4؟ قاعدة الخلف خصها تكون الحوض على 4 زائد 1، يعني لا فوقش ديال الظهر. نعاودها بشكل اخر باش تبان لكم، تنخدم الامام بوحدو، هادي جهه الامام، ها الحوض ديالو 4، هادي قاعده الحوض زائد 1، ونخدم الخلف زائد الحوض زائد 1، تنزيد عليها 4 حتى كيتشابه هو والامام، وعاد من هنا انطلاقا من هاد النقطه هادي كنضيف عليه الحوض مقسوم على 4 زائد 1، تعطيني قاعدة مثالية، ما مزيراش ما مشنقاش ما حتى حاجة، تقريبا راه كاريت السروال البنات، هي تقريبا مازال ما كملتوش، بقى لي واحد، غادي تسطر هاد النقطة، هاكا كيدوزو مقص على الكحل، حتى هنا هكدا، حتى هنا هكدا، حتى لهنا. باش ما يجينيش السروال كيتخطف من الظهر، كنخلي الظهر عالي على القدام 4 سنتيم، وهذه كنلقاها مسطره مستقيمه من هذا 4
ناهية ب 4 سنتيم. أنا قلت لكم قبل بأنه راه باقي كتساني 4 سنتيم، هذيك 4 سنتيم اللي كتساني هنا غادي تحايل عليها، نزل واحد 2 سنتيم، ونعاود هذيك التقويرة بحال ما، ونعاود هنا حتى هي 2 سنتيم، ونعاود لأن ما عنديش، أولا خصني نقاد ليها قعيدة صغيرة ونلصقها ليها. حنا ما غنديروش هذيك العملية ديال القعيدة في البيجامة ديال الدكتور بلا ما نزيدو فيها دوك الزيادات. المهم أنا دابا راه سطرت هاد الخطوط الأساسية، بغينا نشوفو التوب ديالنا راه فيه 75 كيلو. هادي نفس العملية اللي درتهم في السبورة غنوجدوهم هنا، كاينة 4، كاينة 6 ديال اللاستيك، كاين بول ديال السروال، كاين الارتفاع ديال القعدة قبيلة درت فيها 28 ناقص 4، ومنين نزدت 2 يعني بحال درت 28 ناقص 2. غادي نحسب 4 ديال القعده ديال الامام، كانت تبعها 29.5 زائد 1 هي 30.5، ونجي لهنا نحسب 30.5، ونتبعها 4 سنتيم. هذاك الشيء ما غنحسبوش دروك، نجي لتحت نفس المسافه 34.5، نعاود نحطها نسطر هذا المخط. راه كنت نقدر نطوي الطوب على 4 ونخدمو، ولكن بغيت نشرح لكم وحده بوحده باش ما نتلفكمش. ملي كتحكمي من بعد راه تقدري طوي وحده على 4 وتقطعي سروال، غير كبدايه ما تحاولو حتى تفهمو سروالكم عاد تبداو تخدمو هاديك. سعيدة بغيتي مجموعة لتحت ولا ضوا؟ مجموعة صحاب سليم. واخا غنديرو لك هنا 17 سنتيم. خدينا دابا 17 وهادي ردو ليها البال، لأنه ها الوسط ديال السروال، هذا هو النص الجيب ديال السروال، وهو الوسط ديال الويت. من ها نطلق كتب 17 وغنلاقيها مع الراس ديال القعدة. هادي شرحناها في السبورة، نجيو للجهة الثانية اللي تابعها للظهر. هنا درنا 17، هنا خصني ندير 17. غادي نتعامل معاكم بالحسابات. ها 17 بالخشيبة، هنا تيخصني سنتيم بالخياطة، وهنا تيخصني سنتيم بالخياطة، هي جوج هي اللي كتسالنا. من الأفضل نزيدوها في الظهر، لأنه فورمتنا كي قلت لكم قبيل، الحوض اللي عندنا عندنا في اللور، يعني كيجر السروال بحال كيديفورمي شويه، من الاحسن نزيدو في الظهر. عاد زياده على هاد القعده اللي كتزاد هنا ديال الخلف، حتى هي كتكون بحال تيولي الظهر كبير، يعني تنقادو تنساويو هذاك الشيء، نعطيو شويه الظهر يكون كبر من الظهر. اي سروال عندكم في الظهر سيروا ليه اليوم وقلبوا. نجيو لهنا، هي هادي اللي قلت لكم غادي نحطو فيها الحوض زائد القسم على 4 زائد 1، هنا عطاتني 6 سنتيم تقريبا. تعطي قاعدة مزيانة، ونلاقي هادو هكدا، مسطرة مستقيمة. دابا راه سالي تانا سروالي في الصالة تقريب، ماشي مزال، ماشي كامل، نهضر على الفورمة ديال التحت ولا الفورمة الفوقية الأولى، نكمل الفوق، نكمل الفوق، كنطلع بربعة سنتيم هنا كنقوسها. تنطلع بربعة كنقوسها بهاد الشكل، هاد التقويسة حاولوا ما ديروهاش هكا لداخل راه تلفكم ديما على برا. نفس الشكل هنا غندير 4 في هادو ونقوسها، وهادي راه هي كاملة فقط. نجي لهذا، هذا هو الأمام، هذا هو الخلف، كنكمل بهاد الربعة، وهاد النقطة كنلاقيها مع هاد النقطة، يعني ما الظهر عالي على الامام ب 4 سنتيم على الاقل، راه كاينه لاطي اللي تخرج فيها حتى 5. مزيان، اش بقى ليا؟ بقاو ليا شي حيثيات سهله ومهمه، وشي حويجات اللي يمكن ما كنردوش ليهم البال بزاف. انا غادي نشد دابا البنات، هاد الطول ديال هاد القعدة الأمام عطاتني 75، كنجي من التحت ديال السروال، عقلوا عليها هادي، من التحت ونقلب على 75 هنا فين جات، ها واحد الديكالاج ديال سنتيم كاين،
هذا باش ملي تكون تخيطي حيت هاد هاد لونطر جون تتخيط مع هاد ما يجينيش فيها الديكالاج ما خصوش يجيني فيها الديكالاج بحال كنديروا التجنيحه ديال السرو ديال القفطانه ولا ديال الجلاب فكمل تعطوني بكس باش ما تكلفوش نبداو ديما من الفوق وكونوا نازلين وهذا الخط هذا غادي يمشي به مايل اللي ميلنا كاع يعني تبعوا هي التباشر ديالكم غير بعض المرات سمحي لي حكيم ممكن غادي نشرحها لك وغتفهميها مزيان دابا فصلت سعيده بوحدها وغنشرح لك حتى السبب شنو هو هي دابا كدرس اول ما بغيتش تلف البنات فكاين بزاف غير نقولوا في السوق غتفصلوها هكا غادي تلبسوها ولكن فاش يكون عندي هذا المشكل اللي هضرات عليه حكيمه سببه هو هذه الا كانت ناقصه سبب هذاك المشكل هو هذه الا كانت ناقصه الا كنتي مثلا وحاجه اخرى يعني السريولات اللي كيتباعوا في السوق اغلبيتهم تيكون فيهم هذا ماشي اغلبيتهم هذا اي مشكل هذا باقي تعلمكم فيها باقي انت احنا نبتدي لا هذه ربعه كاينه ديال الامام كنزيد عليها 8 بالنسبه للخياطه باش يجيكم سروال بلاستيك ساهل انت مشوراجي دابا الثوب اللي شاطنا هو هذا عندي فيه في العرض تقريبا 118 لا هذا الطول وهذا العرض 75 غنخلي دابا سعيده بغات فراشه غنخلي هذا هو الطول وغادي نرد هذا هو العرض وغادي نخدم عندي جوج طويات خصني نوريهم لكم ولكن غادي نخدمكم وحده وحده باش ما ندوخكمش انا غنشد الثوب دابا رديت ليه طوله وهو عرضه شوف بنتي التصوير واش غيبان هنايا تنخدم وغادي نجي غادي نحط لاباز ديال سعيده كي قلنا عندها 25 في الربع ديال الصدر زدنا عليها جوج ونص هي 27 ونص زائد واحد الخياطه هي 28 ونص هي الاولى غادي نحط ونمشي بها حتى لتحت التركيز غادي تكون عندها 26 25 هي اللي غتكون هنا راه ما غاديش يهمني كاع لا تركيز لا هذا لانه فراشه خت الحزام عندها 42 فقط هادشي اللي غنحتاج دونك الرسم ديالي غادي ندير فيه لاباز ها 8 على 2 الكتاف 21 نورمالمون كنزلو بربعة كنديرو التقويرة ديالنا كندخلو هنايا السالي بجوج كنخرج نحسب الباسان في 66 ديال الحوض ديالها الحوض قلنا 29 ونص قول 30 هو 31 لاباس هي هادي اللي حطات اشنو بغات سعيدة فراشة ما غاديش تعطيها فراشة بالكم بالدرب غتعطيها لك طرواكا يعني هادي كوني على يقين هادشي اللي بقى لنا في الثوب حتى انا غادي نكمل ليها هادشي اللي بقى تاع الثوب غادي يعطيها تقريبا 36 في الطول ديال الكم ما بقى من وراء الكتف بقات 36 هنا مجبر لست مخير غنخلي هذا هو 36 نقدر ننزل هنا ب 6 سنتيم ونتلاقيها مع الكتاف خط واحد هو اللي غادي ندير هو هذا انا غادي نقتصد عليها الخدمه وغنحيد ليها الخياطه تاع الكتاف يعني ما غاديش نقطع الكتف غنخليه متصل ونقصو عليها هي الخياطه تاع الكتاف سالي ترى فراشة سالي غنقطع هنا
ونجي لهنا ندير شي شويه تجنيد هاتون نرسم التقويره ديال الامام وطونسيو رانا ما قطعتش انايا الامام قطعت الخلف باش تنعزل الامام باش نعزل الامام ديروا واحد الكران هنا في الوسط وديروا كران ديال التقويره غادي نحلها ندير الكران غير لي كران هما اللي غادي نصوب حط غادي يعطيني الماء باقي شدي لي دابا هنا عفاك غادي نتعكر وأقطع الأمام هذه التقويره العاديه ولكن في نفس الوقت البنات هنا راه ما عندناش السلسله ما عندناش فتحه خصني نفكر سعيده كي غتلبس كي غتدخل راسها الدوره ديال الراس شحال البنات تكون فيها الدوره ديال الراس العاديه 56 حتى 60 حنا غناخذوها في ديك لا موين 56 58 هي النص ديالها 28 29 خصني نلقاها في هذا الحساب لقيتها هنا 26 سنتيم يعني باقي خصني نعرض ليها الكل باش تلبسها بسهوله نعرضو ما كتعنيش انني نهبط نعرضيه في التقويره الاولى نعرضو شي شويه في الارض بدل 8 ندير 9 ولا 9 ونص فقط ونعاود نحسب واش غادي نلقى نيت هذيك الدورة أو لا أنا عرفنا دابا طريقة اللباس ديال سعيدة وما هي هاديك كدارو فيها لي كورباطو بزاف عطاتني دابا 31.5 يعني مخيل دابا غتسدي في هذيك الخياطه ملي كراسينا هي اللي غادي تخيط وهي وشو السد الدور على البيك